السلام عليكم، وايد اشوف تعليقات تحت البوستات ورسائل على السناب من متابعين جدد. هذه شلون عايش بربع جسم؟ وين اعضائه؟ وين كليته؟ وين معدته؟ وشلون؟ وين؟ وين؟ واللي مصدوم، واللي مستغرب، واللي يقول مستحيل، واللي يقول فوتوشوب، وكلام وايد. الله سبحانه وتعالى خلق هالعالم كله وتنوعت اياته، فالكون الكبير الواسع اللي تنطق بعظمته وطلاقة قدرته، فلا تستغربون من خلقي وشلون عايش. عايش بلطفة ورحمته فيني. برد على سؤالكم، اولا الحمد لله جميع اعضائي الحيوية موجودة وتأدي عملها، لكنها محشورة هني وشوي مو في مكانها، والحمد لله هالشي يسبب مضاعفات مؤلمة وخطرة شوي، وتحتاج علاج ومتابعة طول العمر، وبفضل من الله ثم وطني هالشي متوفر لي. ثانيا وهو الأهم، عزني الله سبحانه وتعالى بالعقل والحكمة ونعمة الإدراك ونعم كثيرة لا تحصى، اللهم لك الحمد والشكر.